فلما رأى الحر بن يزيد الرياحي ذلك أقدم على عمر بن سعد وقال: يا عمر بن سعد، يا عمر بن سعد، ماذا تريد يا حر؟ أمقاتل أنت هذا الرجل حقا؟ إي والله، قتالا أيسر أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح فيه الأيدي. أما علمت من أباه؟ أما علمت من أمه؟ ما لكم فيما عرضه عليكم من خصال؟ ما لكم فيما عرضه عليكم من خصال؟ لو كان الأمر بيدي لقبلت، ولكن أميرك عبيد الله بن زياد أبى ذلك. فأخذ الحر يدنو من معسكر الحسين عليه السلام رويدا رويدا وهو في ريبة من أمره، فاعترضه المهاجر بن أوس مخاطبا: ما تريد يا ابن يزيد؟ أتريد أن تحمل على الحسين؟ والله إن أمرك لمريب، فلو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وأحرقت. فوكز الرياحي جواده وأقبل على أبي عبد الله واضعا يده على رأسه وهو يقول: اللهم إني إليك أنيب، اللهم إني إليك تائب، اللهم إني إليك أنيب، اللهم إني إليك تائب، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك. يا مولاي، يا أبا عبد الله، أنا صاحبك الذي حبسك من الرجوع وجعجع بك إلى هذا المكان. والله يا مولاي، ما ظننت أن القوم يبلغوا منك ما أرى، وإني تائب إلى الله، فهل ترى لي من توبة يا أبا عبد الله؟ نعم، إن تبت تاب الله عليك. فمن هذا الغلام الذي معك؟ يا مولاي، إنه ولدي بكير. جزاك الله عني خيرا، فانزل يا حر. إني لك فارسا خيرا مني لك راجلا، أقاتلهم على فرسي ساعة ثم إلى النزول يصير آخر أمري. اصنع ما بدا لك، رحمك الله. فاتجه مع ابنه الى الاعداء حتى توقف في وسطهم: يا اهل الكوفة، يا أهل الكوفة، لأمكم الهبل والعبر، إذ دعوتم هذا العبد الصالح وأخذتم بكظمه واحتضتم به من كل جانب، فمنعتموه التوجه إلى بلاد الله العريضة حتى يأمن وأهل بيته، وأصبح كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وحلأتموه ونساءه وصبيته عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهود والنصارى والمجوس، وتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه، وها هم قد صرعهم العطش. بئس ما خلفتم محمدا صلى الله عليه وآله في ذريته،
لا سقاكم الله يوم الظمأ الأكبر. فصار الظلمة يرشقونه بالسهام، فالتفت إلى ولده: ولدي بكير، احمل عليهم بارك الله فيك، فإني على إثرك إن شاء الله. وما إن سمع ابنه ذلك حتى أقبل على القوم بوجه ملؤه الإيمان وبسيف لا يعرف الرحمة وبقلب لا يسمع إلا نداء الجنة. فقتل منهم ما قتل، وبينما سيفه يستهزئ بالقوم إذ باغته أحدهم بسيفه فأرداه قتيلا لساعته. فجاءه أبوه مسرعا وما إن نظر إليه حتى قال: الحمد لله الذي رزقك الشهادة بين يدي ابن بنت رسول الله. وحمل الحر بقايا شبابه وجاء به إلى ابن بنت رسول الله. جاء ابن يقل لش عندك أخبار، أنا مالي صبر بويا على النار. هذا حسين ابني يطلب أنصار، غريب أصبح الجذل القوم يردو. قضى ودون الخيام حق عليهم عدو، والموت يعدي بي نديهم كواكب والطفوف ازهرت بيهم. حماية الدين وانصار وضحايا. وما هي إلا لحظات حتى استأذن إمامه للخروج، فأذن له الحسين عليه السلام فخرج إلى القوم معتليا صهوة جواده. إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف. أضربكم وما أرى من حيف. وجعل الحر يقاتل حتى أثكل القوم لكثرة من قتل. وبينما هو كذلك إذ برز إليه يزيد بن سفيان التميمي فقاتله الحر قتال الأشاوس حتى أرداه قتيلا. وواصل الحر قتاله، قتال من عاف الحياة، فأحاطوا به وأخذوا يرمونه بالنبال، إذ أصاب فرسه سهم فاضطرب وكبى، ووتب الحر وسيفه بيده وصار يقاتل مرتجزا. إن تعقروا بي فأنا ابن الحر، أشجع من ذي لبد هزبري، ولست بالجبان عند الكر، لكنني الوقاف عند الفر. فثبت وقاتلهم قتال الشجعان وأكثر فيهم القتلى حتى أتعبه القتال وأعياه العطش. آليت أن لا أقتل حتى أقتلا، ولن أصاب اليوم إلا مقبلا. أضربكم بالسيف ضربا مفصلا، لا ناكثا عنكم ولا مهلهلا، أفدي الحسين الماجد المؤملا. وزحفت الصفوف وتجمعت الألوف وشدوا على الحر الرياح
ورشقوا بالنبال، وحمل عليه أيوب بن مسرح فضربه بالسيف على رأسه فكبى على وجهه، ولما أراد أن يقوم ضربه آخر بالسيف على محاسن وجهه فخر صريعا. أيوا سيدا. وأقبلت إليه الأنصار مسرعة، أقبلت إلى البطل القتيل، فحملوه وهم مفجوعون بقتله، فجاءوا به ووضعوه بين يدي أبي عبد الله. لنعم الحور حر بني رياحي صبور عند مشتبك الرماح، ونعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه عند الصياح. بخ بخ لك يا حر، فأنت الحر في الدنيا والآخرة. وحمل الليوث الأشداء حر بني رياح ليضعوهم مع الشهداء، وبينما هم كذلك إذ صرخ عمرو بن الحجاج الزبيدي في أصحابه: يا أهل الكوفة، يا أهل الكوفة، إلزموا طاعتكم وجماعتكم، ولا ترتابوا ولا تخافوا في قتل من مرق عن الدين وخالف إمام الحق. ويلك يا ابن الحجاج، أعلي تحرض الناس؟ أنحن مرقنا عن الدين وأنتم ثبتتم عليه؟ أما والله لتعلمن أينا المارق عن الدين ومن هو أولى بصلي النار. فغضب اللعين الزبيدي وحمله وجمعه على ميمنة الحسين عليه السلام. فصدهم الأنصار وصاروا يدافعون عن ريحانة رسول الله، وما هي إلا لحظات حتى واجههم الهزبري الأسدي لوحده مسلم بن عوسجة. إن تسألوا عني فإني ذو لغة، وإن بيتي في ذرى بني أسد، فمن بغاني حائدا عن الرشد وكافر دين جبار الحمد. وجعل يقاتلهم ويصدهم عن سبط رسول الله، وبينما هو يقاتل إذ شد عليه مسلم بن عبد الله الطبابي وعبد الرحمن البجلي، فثارت شدة الجلاد بينهم غبرة عظيمة، ومن قشعت الغبرة إلا ومسلم صريح. أيوا مسلما. وأسرع إليه الحسين عليه السلام ومعه حبيب بن مظاهر، فوافياه وبه رمق، فقال الحسين عليه السلام: رحمك الله يا مسلم، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يعز علي والله مصرعك يا مسلم، فأبشر بالجنة. بشرك الله بخير. لولا أعلم إني في الأثر لأحببت أن توصيني بما أهمك. أوصيك بهذا الرجل، قاتل دونه حتى تموت. السلام على مسلم بن عوسجة القائل للحسين عليه السلام:
وقد أذن لهم في الإنصراف. أنحن نخلي عنك وبمن اعتذر عند الله من أداء حقك؟ لا والله، حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي. ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ولم أفارقك حتى أموت معك. وكنت أول من شرى نفسه وأول شهيد شكر الله استقدامك ومواساتك إمامك. وأقبل شيخ بدر وأحد: أنس بن الحرث الكاهلي الأسدي أقبل يستأذن من أبي الضيم فأعطي الرخصة، فجعل يشد وسطه بعمامته، ثم دعا بعصابة فعصب بها حاجبيه ورفعهما عن عينيه، والحسين عليه السلام ينظر إليه ويبكي. شكر الله سعيك يا شيخ. وتقدم الشيخ نحو صفوف الأعداء حاملا سيفه البدري مناديا: قد علمت كاهلها ودودان والخندفيون وقيس عيلان بأن قومي آفة للأقران، لدى الوغى وسادة للفرسان، آل علي شيعة للرحمن، وآل حرب شيعة للشيطان. ولم يزل الكاهلي يذيقهم ضرباته الأحدية ويجندلهم بطعناته البدرية ويقاتلهم قتال ذي لبد، ولكن اعترضت الصفوف وأقبلت عليه الألوف. فلم يرحموا شيبته فتحزبوا عليه، ولم يتركوا حتى خضبوا شعره الأبيض بدمه الطاهر. السلام على أنس بن كاهل الأسدي، أشهد لقد كشف الله لكم الغطاء ومهد لكم الوطاء وأجزل لكم العطاء، وكنتم عن الحق غير بطاء، وأنتم لنا فرطاء، ونحن لكم خلطاء في دار البقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتبادر الأنصار واحدا تلو الآخر، فكان ممن برز للقوم ضرغامة بن مالك التغلبي، فاستأذن من الإمام عليه السلام وتقدم رافعا صوته: إليكم من مالك ضرغام ضربة يحمي عن الكرام، يرجو ثواب الله ذي الإنعام سبحانه من ملك علام. و
وجعلت تغلبه يقاتل قتال الرجل الباسل وصبر على الخطب الهائل فقتل من الأعداء جماعة كثيرة حتى باغته أحدهم بسيفه فقتله أيما مصيبتا السلام على ضرغامة ابن مالك السلام عليك بما صبرت فنعم عقب الدار وبوأك الله مبوأ الأبرار وما إن رأى مولى الحسين أسلم بن عمرو التركي القتال وقد احتدم حتى استأذن من مولاه فأعطاه الإذن فأقبل أسلم على القوم بجسمه العاري مرتجزا البحر من طعني وضربي يصطلي والجوف من سهمي ونبلي يمتلي إذا حسامي في يميني ينتلي ينشق قلب الحاسد المنفجر ولم يزل التركي يقاتل حتى قتل من القوم جماعة كثيرة ولكن ما لبث أن تعاطف عليه الجيش فخر صريعا أيوا مصيبتا فمشى الحسين عليه السلام لمصرعه وأدركه وبه رمى فجعل أسلم يومئ للإمام فانحنى عليه الحسين حتى وضع خده على خده فبكى أسلم وقال من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي وفاضت الروح الطاهرة لبارئها وعندها ضرب الحسين عليه السلام بيده على لحيته وجعل يقول اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه واشتد غضبه على أمة اجتمعت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخضب بدمي وظل الحال في القتال هكذا بين قتيل وشهيد حتى وقت الزوال وقد قتل من أصحاب الحسين عليه السلام 50 شهيدا وعندها جاء أبو ثمامة الصائدي للإمام وقال يا أبا عبد الله نفسي لك الفداء إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك لا والله لا تقتل حتى أقتل دونك وأحب أن ألقى الله وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها معك ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين نعم هذا أول وقتها سلوا هؤلاء القوم أن يكفوا عنا حتى نصلي لربنا فسألهم أصحاب الحسين عليه السلام يا قوم ألا تكف عنا حتى نصلي
ولكن القوم كانوا مصرين على انتهاك حرمات رسول الله، إذ لم يمهلوهم حتى وقت الصلاة. عندها قال عليه السلام: ويلك يا ابن سعد، أنسيت شرائع الإسلام؟ اقصر عن الحرب حتى نصلي وتصلوا، ثم نعود إلى ما كنا فيه. فاستحى ابن سعد أن يجيبه، فأجابه الحصيد بن نمير: صلي يا حسين ما بدا لك، فإن الله لا يقبل صلاتك. أزعمت إنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا ابن الخمارة؟ فاستشاط اللعين غضبا وحمل على الليث الهمام: دونك ضرب السيف يا حبيب، وافاك ليث بطل نجيب، في كفه مهند قضيب، كأنه من لمعه حليب. وحمل عليه حبيب ابن مظاهر، وأثناء القتال بينهما باغته بالسيف بضربة على وجه فرسه، فشبت به وألقته على الأرض. وحمل أصحابه على الليث الأبي واستنقذوه منه، وأخذ حبيب يحمل فيهم ليختطفهم. اقسم لو كنا لكم أعدادا أو شطركم وليتموا أكتادا، يا شر قوما حسبا وعادا. وما إن تراجعوا حتى عاد الحبيب لحبيبه يستودعه. وما إن توادعا حتى رجع الشيخ الفارس إلى ساح الوغى: أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر، والله أعلى حجة وأظهر، وفيكم نار الجحيم تسعر. ولا زال يقاتلهم بكل بسالة وقوة، ويكثر فيهم القتلى مرة بالطعن وأخرى بالضار، ولا يثنيه عن ولائه شيء، وليس له سوى الجنة مطلبا، حتى أعياه التعب وأنهكته الجراحات. وإذا ببديل بن صريم قد جاء فاتحا باعه، فضربه بسيفه أيوا حبيبا، وحمل عليه آخر بالرمح فطعنه في خاصرته، فمال إلى جنبه، ولما أراد أن يقوم ضربه الحصين بسيفه على رأسه. وحبيبا وسيدا، فخر صريعا وهو يقول: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. فأقبل عليه التميمي واحتز رأسه: أيوا مصيبتا. فهد مقتله الحسين عليه السلام، وأقبل إليه مسرعا ووقف عنده وقد بان الانكسار عليه. عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قتل والله أسد من أساد الله يذب عن حرم رسول الله. رحمك الله، فلقد كنت عابدا ناصحا لله ولرسوله، ولله درك يا حبيب، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. ورجع عليه السلام مكسور الفؤاد لفقد الحبيب،
فبكى عليه السلام وأبكى معه صحبه الأوفياء. وما إن عاد حتى أمر الحجاج بن مسروق الجعفي أن يرفع الآذان.